في نفس التصريحات او لتصريحات اخرى للكابتن عامر حسين المشرف على لجنه المسابقات، وضع ثلاث تصورات لشكل الدوري خلال الموسم المقبل. الموسم المقبل هنلعب الدوري ازاي؟ وانا الكلام ده اتكلمت فيه امبارح بس اتكلمت في جزء واحد فقط. الحاج عامر قال السيناريو الاول في الدوري المقبل هو الدوري العادي باجمالي 18 نادي حوالي 34 مباراة، وهو ما جرت عليه العادة، الشكل اللي احنا بنلعب بيه، الشكل اللي اتلعب بيه اخر دوري والدوريات خلال المواسم السابقة، ده السيناريو الاول. طيب السيناريو الثاني ايه؟ السيناريو الثاني دوري مجموعتين، وهو اتلعب اعتقد سنة 2013 او 2014 2013-2014 في ظروف استثنائية برضو كان بسبب عنصر الوقت، وهو هيبقى 26 مباراة. 26 مباراة. طيب السيناريو الثالث 18 نادي يلعبوا مع بعض بس دوري من دور واحد بس، وبعد الدور الأول يتم تصفية 8 أندية منهم للعب على ترتيب من 1 لـ8 من الأول للثامن بواقع 24 مباراة بدلا من 34 مباراة، ثم العشرة الآخرين للقسم الثاني بواقع 26 مباراة. إذن هم دول الثلاث سيناريوهات. على فكرة في بلجيكا وسويسرا بيلعبوا بالشكل اللي أنا بقوله لحضراتكم عليه، بلجيكا وسويسرا واليونان بيلعبوا بالشكل اللي هو دور واحد والأول للثامن واللي تحت ينزل. فدول الثلاث سيناريوهات اللي بتفكر فيهم رابطة الأندية، ولكن يجب أن يكون هناك توافق من كل الأندية على أي من هذه السيناريوهات هي اللي ممكن يتم تطبيقه في الموسم المقبل. هل هنلعب دوري عادي زي اللي احنا شايفينه، وده هيوصلنا أن قد ينتهي الدوري في آخر شهر 9 2022، ودي هتبقى سنة استثنائية جديدة بنشوفها كالعادة، ولا نلعبه مجموعتين، ولا نلعبه دوري من دور واحد؟ يجب أن يكون هناك توافق ما بين الأندية على الشكل اللي ممكن يتلعب بيه الدوري السنة اللي جاية. ده لسه كل الكلام ده سيتم طرحه على الأندية في بداية الاجتماعات بتاعة رابطة الأندية إن شاء الله اللي هتبقى يوم السبت القادم أو يوم الحد القادم. هنشوف بقى إيه اللي هيحصل والأندية هتوصل لإيه؟ هتوصل لاتفاق؟ هل هناك شكل آخر يتلعب بيه الدوري، ولا هتلعب بنفس الشكل اللي احنا بنلعب عليه؟